السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثالث لقاء لينا المحاضرة الثالثة، هنتكلم عن نظم المعلومات المحاسبية من خلال عرض مفهوم نظام المعلومات المحاسبية، أهدافه وأهم خصائصه، الوظائف المنوط به القيام بها، المقومات الأساسية للنظام، والاعتبارات الواجب مراعاتها عند تصميمه. وهيختتم الفصل أو المحاضرة بمجموعة من الحالات العملية اللي هتمكننا من قياس قيمة المعلومات. بداية، يعني إيه نظام معلومات محاسبية؟ هو جزء أساسي من نظم المعلومات الإدارية المتواجدة داخل أي شركة، بيقوم بحصر وتجميع البيانات المالية والمحاسبية من مصادرها سواء داخل أو خارج الشركة، بيقوم بعمليات تشغيل ومعالجة للبيانات دي عشان يحولها لمعلومات مالية ومحاسبية مفيدة لمستخدمي المعلومات من داخل وخارج الشركة. أهداف أي نظام معلومات محاسبية: بداية، توفير المعلومات لكل شخص يحتاج للمعلومة أيا كان الهدف منها، فهو بيوفر معلومات عن الشركة، مركزها المالي، قدرتها الكسبية، مصادر أموالها، استخداماتها، كفاءتها، فعاليتها، سواء كانت المعلومات دي للملاك والعاملين داخل الشركة أو المتعاملين معاها من الخارج وأصحاب المصالح الأخرى. بيوفر معلومات كمان للإدارة علشان تقوم بالمهام الأساسية بتاعتها من تخطيط ورقابة واتخاذ قرار. بيوفر تقارير تتسم بالدقة في الوقت المناسب وبالشكل الملائم لكل شخص بيحتاج تقرير يحتوي على معلومات تخليه ياخد خطوة معينة في سبيل إنجاز مهمة أو وظيفة أو هدف. بتتناسب تكلفة النظام وتكلفة إنتاجه للمعلومات الخاصة بيه مع الأهداف المطلوبة منه. يجب كمان أن يحقق النظام المحاسبي اشتراطات الرقابة الداخلية من حماية أصول الشركة ورفع كفاءتها ومدى التزامها بالقوانين والسياسات والإجراءات الخاصة بها. خصائص أي نظام معلومات: لازم يكون واقعي، عنده قدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية المحيطة، أي تغيرات المفروض أنه بيعدل من أساليبه ومن قدرته على توليد المعلومات اللي بتتلائم مع هذه المتغيرات. بيكون في عنده ترابط وتكامل مع الأنظمة الأخرى، ما يبقاش في ازدواج. بيتسم بالعملية، بيرتكز على أسلوب علمي في استخدام أحدث الأساليب الكمية والإحصائية والرياضية والنماذج اللي بتبعد عن التحيز الشخصي عشان يوفر معلومات تسمح لمتخذ القرار إنه ياخد القرار الأمثل. كمان قدرته على إن هو يستخدم أحدث الإمكانيات بما فيها الكمبيوتر والبرامج الجاهزة عشان يولد المعلومات المطلوبة. مفترض أن يتسم بالقبول من خلال مراعاته لكل العوامل المتغيرات السلوكية لجميع المتعاملين، فعنده القدرة أن هو يوفر المعلومات المناسبة لكل مستوى إداري ولكل مستخدم معلومات من حيث الكم والتفصيل والشكل. الشمول لازم يكون النظام يشمل كافة أوجه نشاط الشركة. الدقة والسرعة، مفترض انه بيوفر المعلومات بالشكل وفي الوقت الملائم وبتتسم بالدقة بحيث انها خالية من الاخطاء ومن التحريف ومن الازدواج والتكرار الى اخره. لازم يكون مرن زي ما اتفقنا، ان هو قادر انه يغير من نفسه ويتأقلم مع كل ظروف مستجدة. النهاردة الشركة كانت بتعمل في مجال النشاط بمفردها، ظهر بين يوم وليلة شركات منافسة، مفترض ان النظام بيعدل نفسه عشان يوفر المعلومات اللي تمكن شركته ان هي تواجه المنافسة دي، ويعرف مكانة الشركة بالنسبة للشركات المنافسة وحصتها في السوق وايه نقاط القوة ونقاط الضعف. كل الكلام ده لازم يوفره النظام. لازم يبقى واضح بعيدا عن التعقيدات والمصطلحات المتخصصة اللي يصعب على مستخدم المعلومات العادي ان هو يفهمها. لازم يبقى نظام قادر على التعامل مع المستقبل، يدي مستخدمين المعلومات فرصة ان هم يتنبؤوا او يتوقعوا الاحداث المستقبلية علشان يقدروا من دلوقتي يحددوا القرارات اللي ممكن اتخاذها لمواجهة هذه التغيرات.
وظائف أي نظام معلومات محاسبي بتبدأ بتجميع البيانات. كفاءة النظام في قدرته على إن هو يختار البيانات الجيدة اللي يحطها في الداتابيز أو قاعدة البيانات الخاصة بيه علشان يولد من خلالها المعلومات. وتجميع البيانات مهمة مش سهلة، لأنها مش بتبقى عبارة عن عمليات تجميع وبس، لكنها عمليات تجميع وتصنيف وتنقيح وتبويب علشان يبقى من السهل استرجاع البيانات دي واستخدامها. بيصنف البيانات وفقا لأسس ومعايير معينة حسب النشاط أو حسب طبيعة البيانات، بحيث إن يبقى من السهل الأنواع المختلفة للبيانات عن نشاط معين زي المخزون أقدر بسهولة إن أنا أتواصل ليها وأعمل الدراسات حول المخزون والمستويات اللي أنا عايز أحتفظ بيها، أو مش هطبق النهاردة نظام التخزين وهطبق نظم جديدة زي جاست إن تايم مثلا إلى آخره. الترتيب بيتم ترتيب البيانات في ملفات أو في فايلات حسب قاعدة البيانات اللي أنا بستخدمها، حسب فهرس معين أو حسب أساس للتسلسل معين. ممكن حسابات العملاء مثلا بيتم تصنيفها طبقا لرقم حساب العميل، أو ترتيب فواتير المشتريات حسب رقم الفاتورة أو حسب نوع الصنف. بعد كده بيقوم بعملية تلخيص، بحيث ان مجموعة البيانات اللي من نوع واحد بيقدر يلخصها في تقرير واحد يعرضه بشكل اجمالي لمتخذ القرار او لمستخدم المعلومات، بحيث ان يبقى عنده المعلومة كاملة بشكل دقيق. الحساب كمان نظام المعلومات المحاسبية بيقوم بعمليات حسابية، جمع وطرح وضرب إلى آخره، بجانب إن هو ممكن يستخدم بعض النماذج الرياضية والإحصائية المعقدة علشان يعمل علاقات معينة أو يحسب معادلات معينة توفر لي معلومات. من أهم الوظائف كمان بالنسبة لنظام المعلومات المقارنة. تتمثل عملية المقارنة في إن هو بيحاول يقارن بيانات معينة علشان يتأكد من صحتها، فمثلا بيقارن البيانات الخاصة بالبضاعة المستلمة في كشف الاستلام مع البيانات الخاصة بنفس البضاعة الموجودة في أوامر الشراء عشان يتأكد من مطابقتها. بيعمل مقارنة كمان ما بين حسابات المراقبة سواء للعملاء أو الموردين وأستاذ فرعي العملاء أو الموردين. أهم المقارنات كمان اللي بيقوم بيها النظام إنه بيقارن بيانات الأداء الفعلي مع المخطط، وبيحاول انه يستخرج تقارير عن انحرافات الاداء والانحرافات دي هل هي انحرافات سلبية ولا ايجابية واسبابها، واحيانا بيقترح اساليب علاجها. التخزين من المهام الجوهرية لأي نظام معلومات، وهي قدرته على حفظ البيانات للمعلومات السابق تولدها من النظام علشان لو احتاجها مرة أخرى يستعيد استخدامها لأغراض أخرى في المستقبل. بتختلف طريقة التخزين طبعا في النظام اليدوي عن النظام الآلي. بيعتبر التخزين في النظام اليدوي معتمد على الملفات والدفاتر الورقية، بينما في الآلي الوضع بيبقى أسهل شوية وأوفر من حيث التخزين على الوسائط والشرائط والأسطوانات الممغنطة. الاسترجاع هي المهمة أو العملية المرتبطة بالعملية السابقة اللي هي التخزين. أنا بخزن المعلومات والبيانات عندي في قاعدة بيانات علشان لما أحتاجها أعمل عملية استرجاع واستحضار ليها مرة أخرى علشان أجري عليها عمليات أخرى تساعدني إن أنا أولد معلومات أكثر فائدة لمستخدمين المعلومات. وغالبا الاسترجاع ده بيتم لما بحب أقيس الأداء المقارن بالسنوات السابقة أو بالشركات المثيلة أو على مستوى الصناعة، فأداء السنة دي بحاول إني أنا أعمل عملية مقارنات، واللي هي من ضمن الوظائف بتاعة النظام، مع بيانات سابقة أنا بكون سابق إني أنا خزنتها في نظامي. وظيفة المخرجات بتعتبر الوظيفة الجوهرية للنظام، وبتتمثل في مجموعة التقارير والقوائم اللي بينتجها لمستخدمي المعلومات.
وبتكون في صورة قوائم محاسبية خاصة للأطراف الخارجية زي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، أو في صورة قوائم أسف تقارير داخلية للإدارة لأغراض التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات ومتابعة الأداء. المستندات دي بيتم التسجيل في الدفاتر والسجلات المحاسبية علشان أثبت العملية إنها حصلت. من خلال عمليات الإثبات والترحيل والعرض والتلخيص بتتم مجموعة عمليات حسابية بيقوم بيها النظام. التسجيل ده بيتم في ضوء دليل حسابات أنا ببقى عامله لمجموعة الحسابات بتاعت الشركة، وهي عبارة عن فهرس بيدي رقم مميز لكل مجموعة حسابات. فمثلا بندي الأصول رقم 1، الخصوم رقم 2، رأس المال وحقوق الملكية رقم 3، كل بند تحت البنود الرئيسية دي بياخد رقم تاني بس مع الرقم الرئيسي. التقارير هي أحد العناصر الهامة للنظام المعلومات اللي عندي، وبتعتبر هي الهدف منه لأن هي الوسيلة لتوصيل المعلومات لمستخدميها. ممكن تكون تقارير شفوية من خلال مناقشات في اجتماعات أو ندوات أو مؤتمرات، وممكن تكون تقارير مكتوبة موجهة لأي فئة إدارية داخل الشركة أو أي أصحاب مصالح خارج الشركة. وأنا بصمم النظام المحاسبي في مجموعة اعتبارات يجب وضعها بعين الاعتبار قصادي وأنا بصمم النظام ده. ضرورة دراسة أوجه نشاط شركتي بصورة تفصيلية علشان أصمم النظام الملائم لطبيعة نشاطها. فالشركات الخدمية بتختلف عن الشركات التجارية، بتختلف عن الشركات الصناعية. ضرورة تحديد احتياجات الجهات المختلفة اللي هتستفيد من النظام ده، سواء كانت جهات داخلية أو خارجية، علشان أفي بمتطلباتها. ضرورة دراسة إمكانيات الشركة، هل هنا ممكن أستخدم نظام كمبيوتر شامل للشركة كلها ولا لا أبتدي بس بكمبيوتر واحد مع مجموعة عاملين حسب الإمكانيات المادية والمالية للشركة. ضرورة دراسة وتحليل تكلفة تصميم النظام، ولازم العائد منه يفوق تكلفته. ضرورة توفير العناصر اللازمة عشان يبقى النظام مرن في المستقبل لما الشركة تتوسع، يبقى النظام قادر ان هو يستوعب التوسع ده ويغطي المتطلبات اللازمة لي علشان استمر في التوسع وفي تحسين ادائي. براعي توافر امكانية تطوير النظام وتبسيط اشكال ونماذج المجموعة المستندية والدفترية لي كل ما الشركة بتاعتي كبرت. ببسط الدورات المستندية وبحدد الصور عددها وأشكالها للمستندات والتقارير ومين المستخدمين بتوعها. بصمم دليل حسابات للشركة وبيحتوي الدليل ده على مجموعة الحسابات العامة المفترض إن الشركة هتثبت المعاملات المالية من خلالها، سواء كانت أصول، خصوم، إيرادات، مصروفات. ضرورة تبسيط إجراءات النظام ووضع المعالجات المحاسبية بشكل يفي بالمتطلبات واحتياجات مستخدمي المعلومات، مع مراعاة إن أنا ضروري أشارك مستخدمين المعلومات خاصة من داخل الشركة علشان يساعدوني في مرحلة التصميم من خلال معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم من النظام. ومفروض ان النظام هنا يكون مرن ان هو يستجيب لكل متطلبات واحتياجات قد تستجد في المستقبل. المقومات الأساسية لأي نظام بتبتدي بمجموعة مستندية. المستندات هي الدليل الموضوعي او دليل الإثبات اللي بيعتبر المصدر الرئيسي لإثبات ان المعاملة المالية حصلت ما بين الشركة وبين طرف آخر. من الاعتبارات اللي مفروض اني اراعيها ان لازم اجرب النظام بتاعي قبل ما اطبقه، قبل ما اقره ويبقى هو النظام الاساسي عندي في شركتي. لازم يخضع خلال فترة معينة للتشغيل كتجربة واشوفه ملائم فعلا لاحتياجاتي وحقق الحاجات اللي انا عايزاها ولا لا. فترة التجريب دي بتحقق لي مزايا عديدة، أهمها إن أنا أقدر أدخل التعديلات اللازمة على النظام قبل ما أنفذه، أخد قرار خلاص إن هو ده النظام بتاعي وهنفذه.
ادرب الافراد المنفذين على النظام واشوف هل هم فعلا ابتدوا يتعاملوا مع النظام بسهولة ولا في مشاكل، في انحرافات، في حاجات عايزة تتشرح لهم تاني، معالجات يتدربوا عليها بشكل اكتر. بتأكد من صلاحيته في ان هو بيفي بالمتطلبات المنوط به ان هو ينفذها او يقوم بيها. بتأكد من اتفاقه مع طبيعة الشركة واحتياجات المستخدمين، المعلومات وظروف العمل. بتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة علشان أشغله وألبي المتطلبات وأشكال التقارير والقوائم المطلوبة منه. كل الحاجات دي لازم أخدها في عين الاعتبار. دور نظام المعلومات في اتخاذ القرار دور رئيسي جدا، يمكن يعتبر هو من الأدوار الأساسية للنظام. أنا محتاج معلومة عشان أخد قرار معين، أيا كان بقى القرار ده، قرار بإني أنا أقر خطة أو أحط خطة أو أتابع تنفيذ خطة أو أختار ما بين بدائل. إحنا هنلاقي حياتنا كلها ما هي إلا مجموعة قرارات إحنا مطالبين باتخاذها. القرارات دي مش دايما بناخدها في حالة تأكد، احيانا بيبقى عندنا حالات عدم تاكد وحالات مخاطره المعلومات بتجيب فيها. ففي اساليب معينه ممكن من خلال المعلومات ان انا الصوره توضح عندي شويه، والبدائل يبقى في معلومات عنها متوفره بشكل تفصيلي اكتر فاقدر اقارن بينها بشكل جيد. اتخاذ قرار يعني بفاضل بين عده بدائل متاحه عشان اختار افضلها. الدور الرئيسي لنظام المعلومات زي ما قلنا في عملية اتخاذ القرار ان هو بيوفر لي معلومات تساعدني ان اختار البديل الافضل في ضوء تحقيق هدف معين. ان دايما من فضلك تبقى التكلفة اقل من العائد، لازم العائد يزيد عن التكلفة. قراراتي في حالة التأكد بتبقى قرارات سهلة قوي لان الدنيا واضحة، وطبعا الحالة دي هي حالة مثالية مش بتبقى متوفرة في الواقع العملي. فمثلا لو انت متأكد ان انت كشركة انتاج عندك 4 بدائل تدخلهم لاربع منتجات مختلفة الف وبه وجيم ودال، متأكد 100% 100% ان الف هيحقق لك عائد 10,000، به 20,000، جيم 18,000، دال 12,000، تختار انهي؟ طبعا بالتبعية اختار به لان هو بيحقق لي اكبر عائد. ولو جيت غيرت كلمة عائد دي وخليتها تكلفة هتبص تلاقيني باخترت الف لان هو بيحقق اقل تكلفة. واتفقنا ان دي في حالة التأكد اللي هي غالبا ما بتبقاش متوفرة في الواقع العملي. في المثال ده بيقولك بفرض ان المدير في احدى الشركات عايز يدخل منتج وهو في حالة تأكد، متأكد ان المنتج الف هيكلفه 2000، ب 1000، جيم 500، دال 1700، يختار مين في حالة التأكد التام؟ طبعا يختار جيم لان جيم هو اللي بيكلفه التكلفة الاقل. النهاردة لاني ما عنديش حالة التأكد التام ببقى في حالة عدم تأكد او حالة مخاطرة، دي بقى حاجة انا ما عنديش بقى معلومات خالص. فبيجي نظام المعلومات المحاسبي ووفر لي معلومات تخليني اتنقل من حالة المخاطرة او حالة عدم التأكد لحالة شبه التأكد. طب انا النهاردة عايز اعرف المعلومات اللي انت هتوفرها لي دي التكلفة بتاعتها اقل من العائد ولا ازيد عشان استخدمها اعرف. فهبتدي ادرس النظام وادرس المعلومات اللي بيوفرها لي واشوف قيمة المعلومات دي عبارة عن الزيادة في قيمة النواتج اللي هي العوائد بتاعتي، أطرح منها تكلفة الحصول على المعلومة. طول ما النتيجة موجبة خلاص يبقى قيمة المعلومات إيجابية، العائد أكتر من التكلفة، هوافق إن النظام ده يوفر لي معلومات ويساعدني في اتخاذ القرار. لو العكس الناتج طلع بالسالب، لا، النظام واضح إن تكاليفه وتكاليف تشغيله أعلى من العوائد منه، فلازم أعيد النظر فيه. بيقولي ان مدير احد الشركات قصاده ان هو ياخد قرار بادخال بديل من 3، يدخل المنتج سين ده بيحقق له عائد
450 ألف، صاد 600 ألف، عين 510 ألف. طبعا انت لو مكانه هتختار انهي بديل؟ انا هختار صاد. طيب قال لك حصل على معلومات اضافيه من نظام المعلومات المحاسبي اللي عنده، قال له على فكره سين هيحقق عائد 450 ألف، لكن صاد العائد بتاعه مش 600، لا لا لا، ده 570 ألف، وعين العائد بتاعه 660 ألف. بس خد بالك احنا عشان نوصل للمعلومات دي اتكلفنا 36 ألف جنيه. احسب قيمة المعلومات. طيب تعالى نشوف كده، احنا في الحالة الاولانية اخترنا ايه؟ اخترنا صاد. تعالى في الحالة التانية بعد ما المعلومات بقت كاملة عندك هتختار مين؟ شيء طبيعي ان انا اختار عين. عين حقق لك كام؟ حقق لك 660. قبل المعلومات كنت مختار كام؟ بختار مين؟ صاد. صاد كان بيحقق لك كام؟ قبل المعلومات؟ لا 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 لا، ماليش دعوة بقبل المعلومات، اديني قيمة صاد بعد المعلومات. ايه ده؟ انا هقارن في قيمة صاد بعد المعلومات؟ ايوه، مش انت اخترت عين بعد المعلومات، يبقى تاخد صاد بعد المعلومات وتشوف الفرق بينهم وتقارن الفرق ده بتكلفة المعلومة. طب تعالى نشوف كده في الحل. في حالة عدم توافر المعلومات زي ما اتفقنا هختار صاد، صاد 600 ألف. لما توفرت المعلومات أنا اخترت الصاد، أنا هختار عين، عين هيديني 660 ألف بدل من صاد اللي لو كنت اخترته كان حقق في الحقيقة 570 ألف، ما باخدش 600 ولا كأني شايفها، باخد بعد توافر المعلومات. طب تعالى الفرق، تعال نشوف الفرق ما بين نواتج المعلومات في حالة المعلومات الكاملة بتاعتك. 660 ناقص 570 طلع 90 ألف، ده العائد الزيادة من المعلومات الكاملة. معنى كده ان قيمة المعلومات الكاملة بعد إذن حضرتك هي 90 ألف ناقص التكلفة اللي أنا تكبتها 36 ألف، معنى كده ان قيمة المعلومات دي 54 ألف، طالعة موجبة مش كده؟ معنى كده ان الحصول على المعلومات الكاملة بيكون في صالح الشركة لانها حققت زيادة في النواتج. فالنظام ده في مرحلة التجربة هو اثبتت ان النظام سليم. تعال نشوف كمان اسلوب ممكن النظام يساعدني اني انا اخد قرار في حالة عدم التأكد. قال لك في حالة عدم التأكد بيبقى عندي مجموعة أساليب كتير جدا ممكن النظام يستخدمها. ممكن يستخدم حاجة اسمها معيار أقصى الأقصى، ده احنا بنسميه معيار التفاؤل، وفي أسلوب تاني اسمه معيار أقصى الأدنى، ده راجل ضده أو عكسه، ده مقياس التشاؤم، وفي معيار تخفيض الضياع اللي هو مقياس الأسف، ومعيار تساوي الاحتمالات. دي شركة بتحاول تطبق خطة أو استراتيجية لأحد البدائل سين واحد وسين اتنين وسين تلاتة. النظام عندها وفر لها احتمالات لعوائد البدائل أو الخطط دي تحت ظروف حالات الطبيعة أو الطلب، إن يبقى عندها طلب مرتفع أو طلب متوسط أو طلب منخفض على كل بديل أو منتج من المنتجات التلاتة اللي هي سين واحد واثنين وتلاتة. قال لك تعالى نشوف إحنا هنختار بأنهي أسلوب والنظام هيقول لي النتيجة بتاعته إيه. أول مقياس، مقياس اسمه معيار أقصى الأقصى، بختار أفضل عائد لكل بديل، فبلاقي عند سين واحد أفضل عائد 25، عند سين 2 افضل عائد 32، عند سين 3 افضل عائد 33، ده من المصفوفة السابقة. واضح ان انا لو اخترت تحت المعيار ده لازم اختار سين 3. المعيار الثاني معيار اقصى الادنى او اقل عائد يمكن تحقيقه، هنا بختار اقل عائد لكل بديل، فبلاقي ان سين 1 بيحقق لي ماينس 4 أو سالب 4، سين 2 سالب 5، سين 3 سالب 7.5. أصحاب المعيار ده
هما ناس متشائمين، فدايما يقولوا لك اختار اكبر خسارة او اسوأ حاجة، الحاجة السيئة جدا. فلو اخترنا اكبر خسارة يبقى هنختار سين 3. المعيار اللي بعد كده هو معيار تخفيض الضياع لأدنى حد ممكن، اسمه مقياس الأسف. المعيار ده بيجي تحت كل حالة من حالات الطبيعة، طلب مرتفع أو متوسط أو منخفض، ويشوف أعلى عائد، ويجي يطرح من كل بديل العائد بتاعه ده من أكبر عائد، عشان يشوف هو لو اختار البديل اللي هو مش أكبر عائد ضيع قد إيه، إيه فرصة الضياع. فمثلا تحت الطلب المرتفع أكبر عائد هو عائد سين 3، بيحقق لي مكسب 33. فلو أنا مخترتوش واخترت سين 1 يبقى ضيعت قد إيه؟ سين 1 هيحقق لي صفر، مش هيحقق لي لا خسارة ولا ربح، يبقى ضيعت 33 مكسب. لو اخترت سين 2 بدل سين 3 يبقى ضاع مني قد ايه؟ سين 2 هيحقق لي 6، وسين 3 كان بيحقق 33، فلو ما اخترتوش واخترت سين 2 ضاع مني 27. طب لو اخترت سين 3 مش هيضيع منك حاجه. تحت المتوسط اكبر حد بيحقق لي عائد سين 2. لو اخترت سين 1 بدل سين 2 ضاع مني 36. جبتها منين ال 36 دي؟ قال لك ان سين 2 كانت هتحقق عائد 32، وسين 1 هتحقق خساره 4، فمفترض ان الخساره دي هتطلع بالموجب، لان سالب مع سالب يبقى موجب، يبقى ضاع منك 36 بدل 32. لو اخترت سين 3 هيضيع منك 26، وهكذا في حالة الطلب المنخفض. باجي تحت كل بديل أجمع اللي ضاع مني قد إيه، هتلاقي اللي ضاع من سين 1 69، اللي ضاع منك لو ما اخترتش سين 2 57، اللي ضاع منك لو ما اخترتش سين 3 58.5. واضح إن اختيار البديل الأفضل هو صاحب أقل مجموعة ضياع أو أقل خسارة، ده اسمه مقياس الأسف. المقياس اللي بعد كده هو مقياس تساوي الاحتمالات. جه قال لك بص أنا هفترض إن حالات الطبيعة دي لو حصلت هتحصل بالتساوي. هما كام حالة؟ هما 3 حالات، يبقى احتمال حدوث أي حالة منهم تلت. طب لو 4 حالات احتمال حدوث كل حالة ربع. لو 6 حالات احتمال حدوث كل حالة 1/6. إذا دايما الاحتمال هو 1/إجمالي عدد الحالات اللي عندك، لأني عندي 3 حالات بس، فأنا القيمة المتوقعة للبديل سين كان بيحقق لي في المرتفع 0، في المتوسط سالب 4، في المنخفض 25، هضرب الأرقام دي كل مرة في تلت. نفس الحكاية مع سين 2، نفس الحكاية مع سين 3. هكتشف ان القيمة المتوقعة لسين 1 7، سين 2 11، سين 3 10.5. بختار ايه؟ هختار 2، لانه بيحقق لي اكبر قيمة متوقعة. ليه؟ لان هنا بص لكل الاحتمالات بالتساوي. الحالة التالتة اني مطالب اني اخد قرار في ظل المخاطرة. متخذ القرار في الحالة دي بيبقى عنده مجموعة نواتج لأساليب أو بدائل، بيبقى قادر إنه يحدد احتمال حدوث كل حالة بس من الخبرة بتاعته مش بشكل علمي. فبيجي النظام بتاع المعلومات يقول له لا أنا ممكن أحدد لك الاحتمالات بشكل علمي، فببتدي أنا أقيس تكلفة النظام علشان يوفر لي المعلومات دي قد إيه، والنواتج أو العائد منها قد إيه، ولازم العائد يبقى اعلى من التكلفه. فمثلا خلينا نتفق مع بعض دايما ان احتمالات حدوث الحالات دايما تبقى 100% او 1 صحيح. فالنهارده لو عندي 3 حالات، الحالات الطبيعه اللي هي الحسنه والعاديه والسيئه، اتفقنا ان في ظل تساوي الاحتمالات هدي لكل حاله تلت.
طب لو انا من الخبرة السابقة انا بتوقع ان احتمال الظروف الحسنة مثلا 20% والعادية 40%، تفتكر السيئة هتبقى كام؟ مش عارف، 20 و40 60. وحضرتك قلتي الاحتمالات كلها تبقى 100%، 60 ناقص 100% يبقى العادية، اسفة، يبقى السيئة 40%. طب لو الحسنة 10% والعادية 30%، السيئة تبقى كام؟ تبقى 60%. إذا دايما احتمالات حدوث الحالات في ظل حالات الطبيعة لازم يبقى إجمالي الاحتمالات دايما 1 صحيح أو 100%. تعالوا نشوف التمرين بتاعنا. دي 3 أساليب مقترحة لمدير شركة معينة إنه يدخلها علشان يدخل أحد واحد منهم يعني علشان يحقق وفرات في الإنتاج بتاعه في ظل الظروف الحسنة أو العادية أو السيئة. أنا مش عارف المستقبل هتبقى ظروف العمل فيه إيه، كويسة ولا عادية ولا سيئة. وابتدى يحط الأرقام دي من واقع التجارب الماضية والخبرات. تتوقع إن ألف مثلا هتبقى الوفرات بتاعته 37.5 لو الظروف حسنة، لو الظروف عادية 25,000، لو الظروف سيئة هتبقى 20,000، وهكذا ب وجيم. جه نظام المعلومات قال لك أنا ممكن أوفر لك معلومات أكثر دقة بس هتكلفك 3475 جنيه. هتقول لك إن ألف في الظروف الحسنة هيحقق 32.5، لكن في العادية هيحقق 27.5، وفي السيئة 17.500. وابتدى يديني برضو عن ب و ج نفس المعلومات. احنا النهاردة عايزين نعرف النظام ده نظام كويس نستخدمه ونطبقه في شركتنا ولا لا. مقياسنا ايه؟ ان العائد يبقى اعلى من التكلفة، يعني مفروض ان يحقق لك عوائد تزيد عن 3475 اللي هي تكلفة انتاج المعلومات. قال لك الكلام ده انت مفروض تحسبه في ظل احتمالات الظروف الحسنة والعادية والسيئة قبل الدراسة او قبل المعلومات اللي وفرها للنظام. الاحتمالات، اول احتمال مجهول، الثاني 10%، الثالث 50%. اقدر اجيب المجهول ده؟ اعتقد ان 40%. جبته منين؟ 10 و50 60، واجمالي الاحتمالات 100%، يبقى اللي مجهول ده 40%. بعد الدراسة اللي قام بيها النظام الاحتمالات بتاعتي، أول احتمال في الظروف الحسنة 45%، في الظروف العادية مش عارف، في الظروف السيئة 15%. تقدر تجيب اللي انت مش عارفه؟ 45 زائد 15 60%، يبقى اللي مستخبي ده 40%. هاجي أعمل إيه؟ أدرس قيمة المعلومات الأول قبل الدراسة وأدرس قيمتها بعد الدراسة واختار في كل حالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الدراسة قال لك إن ألف هيحقق لي عوائد 37,500 باحتمال كام؟ 40% اللي أنا استنتجتها، ده في الظروف الحسنة. في العادية الاحتمال 25% في 10%، 25,000 في 10%. في الظروف السيئة 20,000 في 50%. على الآلة بتاعتي أضرب طلع 27,500. بعمل إيه؟ أنا بضرب كل عائد لكل بديل في احتماله، زي ما عملت في ألف هعمل في ب. في الظروف الحسنة ب كان بيديني 30,000 في 40%، في العادية 27,500 في 10%، في السيئة 23,000 في 50%. جمعته وطلع لي، وهكذا جيم. تختار إيه؟ واضح اني هختار ألف. بتختار ألف علشان هو الأفضل، هو اللي محقق لي أعلى وفرات 27,500، بس الكلام ده قبل الحصول على المعلومات الإضافية. طب بعد الحصول على المعلومات هعمل نفس الخطوة بس بأرقام الوفرات الجديدة اللي بعد الدراسة وبالاحتمالات الجديدة اللي هي 45%، 40%، 15%. لقيت اني ألف بيحقق لي 28,250، ب 37,125، ج 22,625. تختار ايه؟ هختار ب.
به اللي بيحقق 37,125. هو انت كنت مختار مين قبل كده؟ ألف اللي بيحقق ايه؟ بيحقق 28,250. اخد قيمته بعد المعلومات الكاملة مش قبلها علشان اشوف الفرق بينهم. اجمالي قيمة المعلومات، قيمة ب 37,125 ناقص ألف اللي أنا كنت مختاره قبل المعلومات بس بقيمته بعد المعلومات 28,250، طلع الفرق 8,875. حلو؟ لا مش حلو، لسه لازم أطرح منه التكلفة اللي أنا تكبدتها علشان أحصل على المعلومات دي. التكلفة دي عبارة عن 3,475، طلع الناتج 5,400. ما دام موجب يبقى نظام المعلومات بتاعك نظام جيد وتقدر تطبقه في شركتك وتستخدمه. أشكركم.